في حجرهم يعيش الطلبة والعائدون المحجورون طقوسا استثنائية للعيد، فبعضهم على بعد أمتار من أهاليهم، لكن التواصل ممنوع إلا عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي. للاطلاع مشاهدينا حول كيف عاش الطلبة الأردنيون العائدون من الخارج في مناطق الحجر الصحي في فنادق العاصمة عمان، ينضم إلينا الآن الطالب عمر يدك من الطلاب العائدين، فأهلا وسهلا بك عبر سكايب. وأيضا معنا الطالب أيضا بشار عوض من الطلبة العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية. ودعوني أبدأ مع الطالب عمر يدك. عمر، يعني كل عام وأنت بألف خير ويعطيك ألف عافية. أنا بعرف أنه اليوم مختلف جدا وأنت بعيد عن أهلك في ظل هذه الظروف الاستثنائية اللي نمر فيها كلنا، أكيد اليوم مختلف أول أيام العيد، وبعتقد قضيت على الموبايل. هو يعني فيش إشي ثاني الواحد يعمله هون، خاصة إنه الواحد محجور بغرفة، فهو الواحد على الموبايل بحكي مع أهله الصراحة كان وأصحابه، يعايد عليهم يعني، ولعبة تريكس أكيد طبعا منها. تريكس مع مين بتلعب؟ مع حالك ولا على الموبايل كمان؟ لا لا مع أصحابي، مش على الدرج على الموبايل شايف. طيب عمر، أنت خبرنا عن حالك شوي، من يعني أنت وين كنت تدرس؟ من وين اجيت؟ من اي بلد؟ انا بدرس بجامعه اوكلاهوما بالولايات المتحده الامريكيه، طالب سنه رابعه، بدرس هندسه عماره. نعم. طيب وانت كم لك في البلد وفي مناطق الحجر الصحي في فنادق العاصمه عمان؟ انا اليوم هو اليوم الثامن لإلي بفندق اليوم بصويلح بطلوع نيفين، ويعني ضلنا الحمد لله كمان 8 ايام وحتى تفرج علينا ان شاء الله يعني. ماشي عمر، خليك رح ضل معي. رح انتقل الان الى الطالب بشار عوض ايضا من الطلاب العائدين من الولايات المتحده الامريكيه وايضا في فنادق العاصمه عمان، متواجد في الحجر الصحي. بشار، كل عام وانت بالف خير. يعني شفنا عمر بيحكي لي انه تريكس وعلى الموبايل، انت كيف قضيت اول يوم ايام العيد في الحجر؟ والله إيه، أول إشي كل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير. قضينا اليوم زي باقي هالطلاب المحجورين اللي كلنا جينا من برا، قضينا نتواصل مع الأهل مع القرايب ومع الأصدقاء، وقبل حتى الحجر قبل يوم العيد كنا نتواصل معهم، كانوا يجوا على منطقة قبال الفندق. نحمد الله إنه عندي برندا بقدر أشوفهم كنت. وبس، والفندق قدم لنا اليوم منسف نحب نشكرهم عليه يعني، فهيك كان العيد شبه كامل يعني، الا شفت الاهل والاصدقاء طبعا. يعني اكيد اتوقع بعد المنسف نمت. طبعا هذا طيب. من يعني من ضرورات المنسف. طيب بشار، اتواصلت مع العائله اليوم اكيد عبر سكايب ايضا، واحكي لنا كيف كان الشعور انه اليوم بعيد عنهم انت في اليوم الاول من ايام العيد. يعني طبعا شعور مش كتير حلو انك تكون بعيد عن اهلك في العيد، بس يعني بحمد الله انه انا هلا بالبلد يعني قريب منهم وقدرت اتواصل معهم يعني على التليفون. بس انا قضيت قبليها اعياد يعني، كنت على الجهه الاخرى من العالم برضه بتواصل معهم على التليفون، فهسه في شعور بالاطمئنان اكثر يعني. نعم. طب انت بس مرتاح لانك انت عارف انه اللي بتعمله قاعد، وصبرك وثباتك ووجودك في الحجر الصحي هو من اجل مصلحه عائلتك بالأول والأخير، مصلحتك شخصية. طبعا 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 صديقي، أنا يعني بنستنى هلا فترة الحجر تخلص عشان نروح على أهلنا، إحنا مطمنين على حالنا ومطمنين عليهم إنه ما راح نصيبهم بأي شر يعني، بأي وباء أي مرض إنه نعديهم، وإن شاء الله يعني بس نطلع من هون نكون يعني الفحوصات كملت، وإن شاء الله 100% ما في أي خطورة عليهم. طيب بشار، يعني حتضل معي، راح ارجع لعمر يدك. عمر، انت كيف تواصلت اليوم مع عائلتك ايضا؟ تواصلت اكيد عبر سكايب عبر الموبايل، كان شعور الوالده والوالد ايضا؟ هو الصراحه اولها يعني شعور غريب وصعب، خاصه انه انا يعني ساكن حرفيا بعيد عن اهلي 7 دقائق بالسياره، فشعور غريب انه انا هون اعايد بغرفه لحالي وانا عارف انه ممكن اكون مع اهلي يعني خلال 7 دقائق حرفيا، فالوضع كان صعب يعني، بس انه الحمد لله يعني مع يعني صراحه التكنولوجيا الحاليه وبنحكي معهم وقضينا مع يعني معهم اكمل ساعه من اليوم صراحه كمعايده وهيك، فهذا الشيء صراحه سهل علي شوي، خاصه لاول يوم عيد.
ومخفف عليك اتوقع عمر ايضا، انك عارف كما قلت يعني لبشار ايضا انه انت اللي بتعمله هو لمصلحتك ومصلحه عائلتك بالاول والاخير. طبعا يعني انا الصراحه يعني الافضل انه يكون في حجز صحي لاي حدا بيدخل صراحه، يعني لو عقلها 14 17 يوم عشان يضمن صحته بالاول وبالاخير، وكمان يعني يضمن صحه عائلته وغير عائلته كمان. يعني ممكن يعني المرض هذا يعني لسه ولا حدا عارف شو هو بصراحه بالضبط، بس انه يعني المرض خطير ومعدي جدا يعني، فاكيد الواحد لازم يدير باله على صحته. فهذا الحجر اجى يعني لصالحي، لصالح العيله ولصالح البلد اكيد طبعا. طب عمر انت باي سنه يعني انت تخرجت ولا بسنه ثانيه ثالثه في الجامعه؟ انا ذكرني يعني قلت رابع اتوقع. نعم طب يعني بعدك تتعيد ولا بتعيد؟ لا انا لسه بتعيد. مش راح تروح عليك ان شاء الله. بس ما ضلت نسيت الحرام. لا لهسه ولا شيء، بس الاستلام بيجي لبعدين. طيب عمر انت كيف الدوله اللي جيت منها كيف كان الاوضاع هناك وكيف تعاملت مع المرض لحين ان تم اجلائك واخراجك من الدوله اللي تواجد فيها؟ هو صراحة كان الوضع شوي صعب، خاصة بجامعتي طلعوا في كثير حالات منها، والجامعة طبعا يعني سكرت من شهر 4. من شهر 4 الواحد كان يعني يعاني شوي من كل النواحي، حتى لو يعني هناك ما كانش في حظر تجول ولا شيء وممكن تطلع وين ما بدك، بس الواحد بضل خايف يعني يطلع اي مكان، خاصة انه ما في كثير يعني ريستريكشنز ولا قيود ولا اي شيء. فالواحد كان يعني صراحة انا كنت يعني بطلع لاخذ يعني حاجاتي وارجع. طيب ممتاز، يعني كنت ماخذ احتياطاتك. طب بدي ارجع لبشار عمر، اسمح لي بشار انت اي سنة في الجامعة كنت وانت عائد من الولايات المتحدة الامريكية؟ استاذي انا بدرس ماستر. يعني ان شاء كان المفروض انه اتخرج بشهر 12، بس هلا عشان رجعنا يعني ما في صيفي، هو كان مسموح لنا ناخذ الصيفي اونلاين طبعا حتى من بلدنا حتى لما نغادر الولايات المتحده، بس يعني زي ما تحكي انه هلا اخذناها بريك عشان نتواجد مع الاهل، وان شاء الله يعني نخلص نتاخر لنا شهرين ثلاثه بسيطه مش مشكله، الواحد بيرجع بشوف اهله وبشوف اصحابه وبرجع لحياته الطبيعيه قبل ما يسافر. يعني ماستر اتوقع كبير على العيديه، راحت على عيديه تتعيد اخوانك واهلك. والله يا صاحبي احنا زي ما بتحكي ما بنلعبش يعني، لا بنعيد ولا بنتعيد لحد الان. طيب بشار بدك تحكي لي ايضا كيف الاجراءات اللي اتخذتها في الولايات المتحده الامريكيه، ويعني الولايات المتحده الامريكيه من اكثر الدول تاثرا بهذا المرض. مزبوط صديقي، حتى المدينه اللي انا كنت فيها، انا كنت بهيوستن بتكساس، كان في حالات كثير عم تطلع وفي انتشار، وزي ما حكى زميلي عمر انه ما في اي قيود امريكا بتقدر تطلع، واغلب الناس هون حتى هناك مش ماخذين الامور بشكل جدي، والناس عم تطلع بس ما يعني هي عباره انه تطلع من البيت على المحلات التموينيه بس تامن احتياجاتك وبترجع، ما في اكثر من هيك. نعم. ومع اخذ برضه تاخذ احتياطاتك بالكمامه وبالكفوف والمعقمات وكل شيء. سيدي ان شاء الله بتخرجوا بالسلامه وتكون اموركم تمام، الله يعطيكم الف عافيه. بشار عوض من الطلاب العائدين من الولايات المتحده الامريكيه، شكرا جزيلا لك، وشكر ايضا موصول لعمر يدك من الطلاب ايضا العائدين من الخارج، شكرا جزيلا لكما وكل عام وانتم بالف خير.